السلام عليكم طلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون جامعة القادسية والمحاضرة الرابعة في القانون الدولي الخاص تحت عنوان المبادئ العامة للجنسية. الجنسية التي يمكن تعريفها بأنها نظام قانوني مركب من مسائل قانونية وسياسية مرتبطة بالقانون الداخلي والدولي، والتي تظهر فيها الغلبة لإرادة الدولة على إرادة الشخص، أو يمكن أيضا تعريفها بأنها رابطة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة. وهذه الرابطة القانونية بين الشخص والدولة تترتب عليها حقوق والتزامات متبادلة بينهما، وهي رابطة سياسية لأنها أداة لتوزيع الأفراد كما ذكرنا جغرافيا بين الدول، وتجعل شخصا ما عضو في دولة معينة، فيقال مثلا هذا الشخص عراقي وهذا الشخص لبناني إلى آخره. ولهذه الجنسية مجموعة من الأركان الثلاثة تقوم عليها، تتمثل بالدولة والشخص والرابطة بينهما. فالدولة هي طبعا الشخص الوحيد مؤهل في القانون الدولي لمنح الجنسية، مع ملاحظة المسائل الآتية في صلاحية الدولة لمنح الجنسية، إذ لا ينظر إلى مساحة الدولة أو كونها ذات استقلال وسيادة، فمهما كانت الدولة صغيرة أو كبيرة من حيث المساحة فهي لها الحق في منح الجنسية، وسواء كانت تلك الدولة مستقلة أو تحت يعني في انتقاص هنالك نقص في سيادتها بسبب الاحتلال أو غيره، فأيضا هذا لا يحرمها أو لا ينتزع منها هذا الحق في أن تكون في أو أن تصدر جنسية لمواطنيها. وهذا ما حصل طبعا في العراق أيام الانتداب البريطاني، حيث صدر أول قانون جنسية عراقي في عام 1924. وكذلك أيضا لا يؤثر الاتحاد طبيعة النظام السياسي إذا كان اتحاد كونفدرالي بين الدول على حق الدول في منح الجنسية ولا حتى على جنسيتها، فتبقى لكل دولة جنسية مستقلة عن باقي الدول كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي. وكذلك الاتحاد الفيدرالي لا يؤثر على جنسية الدولة الاتحادية، فتبقى الدولة الاتحادية هي التي تمنح جنسيتها أو جنسية واحدة لكل الدول المنضمة تحت هذا الاتحاد الفيدرالي كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ليس مثلا لموضوع الاعتراف بالدولة أهمية في الإقرار بحقها في منح الجنسية، فيمكن لها منح الجنسية وإن كانت غير معترف بها، ولكن يعني هذا الرأي طبعا هو محل ليس محل اتفاق. فالفقه الدولي الحديث يميل إلى أن الاعتراف بالدولة عامل مهم ومؤثر في منح الجنسية، إذا كانت لا سيما إذا كانت الدولة المانحة للجنسية من الدول مثلا غير معترف بها بشكل واسع، والتي ليس لها مثلا وجود حقيقي وفعلي والتعامل معها من بقية الدول على أنها دولة أو هي من الدول الداعمة للإرهاب أو التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، فبالتالي من الصعوبة الاعتراف بالجنسية التي تصدر من هذه الدولة التي موضوع الاعتراف بها هو محل نظر دوليا. بالإضافة إلى الدولة باعتبارها الركن الأول من أركان الجنسية، أيضا هنالك الشخص، وهو إما أن يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا الذي يحصل على هذه الجنسية. فالأصل أن لكل شخص حق التمتع بجنسية معينة.
والجنسية في هذا التصور هي بمثابة الارتباط السياسي للشخص لدولة معينة، وتتكفل هذه الدولة بحمايته وضمان ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وقد يمتد هذا الضمان للحقوق والحماية والدفاع حتى خارج أسوار هذه الدولة. أي أنه يحصل على هذا الحق بمجرد ارتباطه بتلك الدولة التي قد تمتد وسائل الدفاع والحماية إلى خارج أسوار تلك الدولة، فضلا طبعا عن الحق الأساسي الذي يمكن الشخص داخل الدولة من حصول على حقوقه التي رسمها القانون. كذلك أن لكل شخص جنسية أصلية عند الميلاد، وحق آخر رديف هو حق التمتع باكتساب جنسية ما بعد الميلاد، وغالبا ما ترتبط ببلوغ هذا الشخص سن قانوني معين لكي يكون قادرا على اكتساب جنسية أخرى تكون تختلف عن جنسيته الأصلية وتسمى بالجنسية المكتسبة. الركن الثالث هو اللي يبين طبيعة هذه العلاقة بين الدولة والشخص، التي هي عبرنا عنها قبل قليل بالرابطة التي تظهر فيها غلبة للدولة في تنظيم الجنسية وأحكامها من تمتع وكسب وفقد واسترداد، وأيضا يظهر فيها الشخص باعتباره طرفا في هذه العلاقة وإن كان الطرف في مركز تنظيمي، إلا أنه ينبغي أيضا الالتفات إلى مسائل مهمة، حيث أن من تنطبق عليه الشروط التي تضعها التشريعات الوطنية في موضوع الجنسية يحصل هذا الشخص سواء على جنسية أصلية أو جنسية مكتسبة. وبالتالي من لا يحصل على هذه الجنسية فهو أجنبي عن تلك الدولة. غالبا ما تمنح الدولة الامتيازات والحماية لمن يتمتع بجنسيتها فقط، وإن كان هنالك حماية لحقوق الأجانب ومراكز الأجانب في بعض التصورات القانونية التي سوف تكون موضوع محاضرات مستقبلية. إرادة الفرد لا تكون معدومة أيضا في هذا النطاق، إذ يمكن تلمس مثل هذا الدور في كون إرادة الفرد بالنسبة للجنسية المكتسبة هي العامل الأساسي في اكتسابها وفي فقدانها وفي استردادها. كذلك من المسائل المهمة التي ينبغي أن نتطرق إليها في المبادئ العامة للجنسية هي وظيفة الجنسية. فالجنسية تلعب أو لها مجموعة من الوظائف، سواء كانت وظائف داخلية تؤدي مهام متعددة تحدد الحقوق والالتزامات في تمييزها بين الوطنيين والأجانب والوطني الأصيل والوطني الطارئ، فبالتالي تحدد حقوق والتزامات كل من هؤلاء. وأيضا تعتبر أو وظيفة الجنسية بأنها تعتبر كمعيار لتحديد الاختصاص القانوني في مسائل الأحوال الشخصية للأفراد، فالجنسية تصل ما بين حالة الشخص وأهليته وزواجه وطلاقه ونسبه وميراثه. لا يمكن تحديد هذه المسائل القانونية إلا من خلال معرفة جنسية ذلك الشخص. أما الوظيفة الدولية فتتجسد أيضا بنقطتين، فبما يتعلق بقبول دخول مواطني الدولة إلى أراضيها في حال عودتهم بعد انتهاء إقامتهم في الخارج أو إبعادهم من دولة أجنبية، وكذلك التزام الدولة بحماية مواطنيها دبلوماسيا إذا ما لحقهم ضررا في دولة أخرى، وحق هؤلاء الأشخاص بالحصول على الإجراءات
القضائية على طبعا مع شرط أن لا يكون لإرادتهم دور في حصول ذلك دخل أو في حصول ذلك الضرر. مسألة أخرى أيضا مهمة أثيرت بما هي الطبيعة القانونية للجنسية، فاتجه الجانب من الفقه إلى اعتبار أن الجنسية اتجه البعض إلى إضفاء الطابع التعاقدي على أساس أن رابطة الجنسية عقد ملزم للجانبين الدولة والشخص، فالدولة تمكن الشخص من التمتع بعدة حقوق مدنية وسياسية على حد سواء. طبعا بموجب هذا العقد هناك التزام مقابل لهذا الشخص باحترام قوانين تلك الدولة وأداء الأعباء المكلف بها كالخدمة العسكرية والضرائب، وهذا طبعا العقد هو أساس رابطة الجنسية، وبموجبه يكون ما هو حق للشخص واجبا على الدولة وما هو حق للدولة واجبا على ذلك الشخص، أي من العقود الملزمة للجانبين التي ترتب التزامات على طرفي العقد، ويكون إعلان إرادة الدولة إيجابا عاما موجها للجميع في الجنسية الأصلية وإيجابا خاصا في الجنسية المكتسبة. وبالنسبة للفرد إن إعلان إرادته طبعا هذا يمثل قبول يكون صريحا في الجنسية المكتسبة وضمنيا في الجنسية الأصلية، لأن الجنسية الأصلية تفرض على الشخص وهو صغير السن ولكنه لا يتنازل عنها ولا يردها عندما يبلغ سن الرشد، وهذا هو القبول الضمني. ولكن هذا الرأي كان محل ومعرض الانتقاد الشديد لأنه ببساطة لا يتوفر في الجنسية غالبا ما يستلزمه العقد متوافق إرادتين، وخاصة في الجنسية المفروضة التي تفرض على الشخص دون إرادته، وبالتالي تختلف طبيعة الجنسية مع فكرة توافر الإرادتين وإنشاء رابطة عقدية لهؤلاء الأشخاص لهؤلاء الطرفي العقد الذين يتمثلون بالدولة والشخص. وبالتالي فإن الاتجاه الحديث يذهب إلى أن الطبيعة القانونية للجنسية بأنها علاقة قانونية تنشئها الدولة بقانون لمصلحتها ومصلحة الشخص معا، أي توازن بين المصلحتين، ومع ذلك تبقى الدولة وحدها ذات سلطان في تنظيمها ووضع شروط منحها وفرضها وسحبها وردها وفقا لمصالحها السيادية العليا، استنادا لما يعبر عنه بمبدأ حرية الدولة في أمور جنسيتها، وهو مبدأ مسلم به فقها وقضاء. ولكن السؤال الذي يثار هنا، هل إن سلطان الدولة في أمور جنسيتها مطلق أم يرد عليه بعض القيود؟ طبعا الأصل أن الدولة حرة في تنظيم أمور جنسيتها دون تدخل من أي طرف آخر، وسبب حرية الدولة هذا هو أن قواعد الجنسية تمس سيادة الدولة وتؤثر على كيانها، تقوم مثل ما عرفنا الجنسية على اعتبارات تمس المصالح الأساس للدولة، ولا يمكن لغير الدولة المعنية أو المحددة أن تنظر في تقدير هذه المسائل السيادية. لكن مع هذه المسلمات أن حرية الدولة ليست مطلقة، إنما ترد عليها بعض القيود، ومن هذه القيود قيود اتفاقية، حيث مصدر هذه القيود هو الاتفاقيات الدولية التي تعقد بين دولة وأخرى تقيد من حرية الدولة في تنظيم مسائل جنسيتها، كما حدث في الاتفاقية التي عقدتها الإكوادور
مع إسبانيا عام 1940، وهي هذه المستمدة من مصالح الدول التي تذكرها الاتفاقية والتي التزمت بموجبها إسبانيا، عفوا الإكوادور، بعدم فرض جنسيتها على الأطفال الذين يولدون للرعاية الإسبانيين في إقليمها، رغم استناد قانونها إلى أساس حق الإقليم في فرض الجنسية، وكذلك البروتوكول الاختياري بشأن اكتساب الجنسية في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. فبالتالي هذا القيد الأول اللي هو الاعتبارات المستمدة من مصالح الدول. أما بالنسبة للاعتبارات المستمدة من مصالح الأشخاص، فإن حرية الدولة في أمور جنسيتها لا تعني عدم مراعاة مصلحة الأشخاص وهدر إرادتهم، بل يجب ضمان مصلحتهم في أمور الجنسية وإفساح المجال لإرادتهم ولو بقدر ضئيل للتوازن بين متطلبات السيادة والقانون والاعتبارات الإنسانية ومبادئ العدالة من جهة أخرى، خاصة إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن لكل فرد الحق بجنسية، ولا يمكن أن يحرم أحد تحكما من جنسيته ولا من حق تغييرها دون مسوغ قانوني. فالاعتبارات هي حق الإنسان في جنسية، وحق الإنسان في جنسية واحدة، وحق الإنسان في تغيير جنسيته. هذه الاعتبارات التي نصت عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم، وعلى أمل